فلتعلم أنك إذا قمت من النوم وفسيت ولو فسوة صغيرة فإنها تخفف عنك الكثير من أوساخ الجسم التي من الممكن أن تعكر صفو يومك، فما بالك بالضرطة؟ لنجعل أجسامنا نظيفة ونبدأ يومنا بسعادة. لا تكن أنانيا بل أرسلها لكل أصدقائك، فربما أحدهم لا يعرف قيمة الضرطة. هل تعلم أن كسرة الضرط له فائدة كبيرة في تسليك وتلين الأمعاء وخاص القولون، ويساعد على النشاط عند الاستيقاظ من النوم وتنشيط الدورة الدموية؟ والإكسار من الضرط يطيل العمر ويمنع الأمراض الخبيثة من التكون في الأمعاء، لذلك ارفع شعار أدرت واسمعني ولا تفسي وتخدعني، صحتك في ضرطتك. أثبتت الدراسات أن كتمان الضرطة في الطيز يؤدي إلى انتقالها إلى المخ عن طريق النخاع الشوكي، وبالتالي تأتيك أفكار بتخري. أعرف شخصيتك من ضرطتك، تضرط لوحدك بالحمام انطوائي، تضرط وتعترف صريح، تحب تشم ضرطة غيرك اجتماعي، تحاول تكتم الضرطة حساس، تضرط بصوت عالي متمكن، تضرط وتتهم غيرك ندل، تضرط ضرطة فترة طويلة سخيف، تضرط قدام بنات حلوات شجاع، تضرط حتى لو عندك إسهال متهور، تضرط وأنت واقف مسيطر، تضرط قدام الوالد ديمقراطي، تضرط وعندك بواسير صعب، تضرط بدون صوت رومانسي، تحب تشم ضرطتك مغرور، تضرط ضرطة متقطعة خجول، ما بتحب تحكي بموضوع الضرطة كتوم، تضرط عمدا بالمصعد لئيم جدا. هل تعلم يقال أن الضرط له فوائد كثيرة، وأنه ينشط ويطيل العمر ويمنع من الأمراض الخبيثة أن تتكون في الأمعاء، ورائحته تعمل كمطهر؟ لذا ارفع شعار أضرط واسمعني ولا تفسي وتخدعني. مع تحيات وزارة الصحة، شارك معنا في حملة صحتك في ضرطتك.